وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهتها نقل الأمور والتصعيد صواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة إلى الداخل السوري هو أفضل من الداخل العراقي، وممكن أن يكونوا يخططوا لتحويل سوريا إلى كماشة لهذه الفصائل متى ما قرروا القضاء عليها، متى ما قرروا محاصرتها، متى ما قرروا أن يسمحوا لها في عدد من المناطق أن تتقدم وغيرها. يعني لا تعتقد هي قد تكون استراتيجية أمريكا في مصلحة لها مصلحة لأمريكا أكثر من الفصائل؟ هل هناك استراتيجية أمريكية بخصوص مواجهة الفصائل المسلحة بمعنى استراتيجية متماسكة؟ لا أعتقد هذا. هناك خطوات أمريكية بخصوص هذه الفصائل، وهذه الخطوات يعني قطع الشريان المالي، العقوبات عبر الخزانة الأمريكية، وهذه حقيقة عقوبات مؤثرة بعكس ما يتصور الكثيرون. أما الجانب التعبوي السوقي العملياتي، فالولايات المتحدة يعني وجهة النظر السائدة، وهذه بدأت ربما من نهاية عهد الرئيس السابق ترامب ولحد الآن، يعني يتم التواصل أو التعاطي مع العراق عبر ذات السياسة، لا أستطيع أن أقول أنها استراتيجية، أنها هذه تكل الحكومة العراقية أي مواجهات مسلحة، أي هذه أي ضرب أو اشتباك مع الفصائل في العراق لا تقوم به الولايات المتحدة، تقوم به الحكومة العراقية. وحل مشكلة الفصائل مسؤولية أساسية للحكومة العراقية، ولذلك تظهر دائما في البيانات الأمريكية عند الإشارة إلى الفصائل أنه أن تتولى الحكومة العراقية هذا الأمر. هذا لا ينطبق على سوريا. الولايات المتحدة لديها يد مطلقة في سوريا، ولذلك هي تعمد إلى ضرب الفصائل في اللحظات التي تشعر أن هذا الضرب مفيد لها. ما دام لا توجد خسائر أمريكية في استهداف الفصائل في سوريا، يعني القوات الأمريكية، ما دام لا توجد خسائر بشرية أمريكية، فلا أعتقد أنه سيكون هناك رد أمريكي على الفصائل. الحالة الثانية التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة بالرد على الفصائل في داخل سوريا، إذا شعرت أن القدرات التقنية لهذه الفصائل ازدادت على نحو واسع، بمعنى مدايات صواريخ أكبر وأدق وأكثر تأثيراً اندخلت مثل هذه الصواريخ في خدمة الفصائل في سوريا، لا، الولايات المتحدة سترد عليها في وقتها، لأنه هذا مرتبط بأمن جنودها، يعني والأعداد الموجودة في سوريا من الجنود الأمريكيين يعني قليلة، لكنه هذه واحدة من الخطوط الحمر، ولا أعتقد أن الفصائل وصلت إلى خرق هذه الخطوط الحمر. الفورن بوليسي الأمريكية وجدت بشكل واضح بأن إدارة بايدن تعلم تماما بأن سياستها مع إيران متوجهة إلى الفشل، وستلوم بحسب الفورن بوليسي، سيقومون بإلقاء اللوم على إدارة دونالد ترامب من انسحابها من الاتفاقية النووية بهذا الشكل، وأننا وصلنا بسبب ترامب إلى هذا الوضع. برأيك ما الذي يعني هذا بالنسبة لنا نحن في العراق؟ يعني ما طبيعة المتغيرات التي ستجري إن فعلا فشلت هذه المفاوضات؟ هل هذا سيعني نفوذا أكبر للفصائل، تصعيدا أكبر للفصائل على الأمريكيين أو حتى على القوات التركية الموجودة في الداخل العراقي؟ يعني كيف تجد هذه التفصيلة، وهل هي مفيدة للفصائل بشكل عام؟ المفاوضات في فيينا، أعتقد هذا هو الملف الأكثر حساسية والأكثر أهمية. أولا، أشك أن تلجأ إدارة الرئيس بايدن إلى لوم إدارة الرئيس ترامب علنا على الفشل في الملف النووي الإيراني. هذا سيكون صعبا عليها، وستخسر سياسيا أن اتبعت أسلوبا كان الرئيس ترامب دائما يتبعه، لوم الذين سبقوه. أنا تصوري عن السيناريو الأسوأ هو أنه هو تلجأ الولايات المتحدة أو تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل كي تقوم بضرب شامل، تفكيك كامل للمؤسسات النووية الإيرانية. وإسرائيل قادرة، الأماكن معروفة، هذه الأماكن كانت يعني مفتوحة لوكالة الطاقة الذرية، وهناك خطط إسرائيلية، والإسرائيليون مستعدون ينتظرون الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لا تريد أن تعطي هذا الضوء الأخضر. في جولة المفاوضات الأخيرة، أنا أعتقد أنه الخيارات السلمية تتراجع كثيراً،
لكنه هناك تطور حصل في جولة المفاوضات الأخيرة. في جولة المفاوضات قبل الأخيرة قبل أسبوعين عندما جاءت إيران بشروط متشددة وبنفس في التفاوض لم يكن مريحا للشركاء الأوروبيين، أراد الأوروبيون أن يقطعوا المفاوضات والعودة إلى بلدانهم، وهذا ينطبق على الأمريكيين، فيما كان الإيرانيون يريدون أن يستمروا بالتفاوض، لكن الغربيون قالوا لهم لا، يعني نحن هنا في نقطة تحول. بعد أن عادت، يعني بعد 10 أيام عندما حصلت الجولة الجديدة من التفاوض، وفد الإيراني ذهب إلى طهران وعاد، هناك تغيير واضح في السلوك الإيراني وفي اللهجة الإيرانية، تراجع عن المطالب التي قدمت في الاجتماع قبل أسبوعين، ويعني هناك تفاؤل روسي، أعلن الروس أن نحن حققنا تقدما كبيرا ونقترب من حسم الموضوع، والولايات المتحدة قالت يعني هذا من المبكر الذي قيل مهم، لكن علينا أن نرى الأفعال، والأفعال بالنسبة للولايات المتحدة وضع الكاميرات، إعادة الكاميرات في أماكن يعني التي وصلها القصف الإسرائيلي، منشأة نانتس، يعني تفاصيل تقنية، والقبول بمبدأ التزامن، رفع للعقوبات مقابل أنه إيران تخضع منشآتها للتفتيش، ورفع للعقوبات المتعلقة بالملف النووي حصرا. إيران تريد رفع للعقوبات الأمريكية الشاملة كلها التي فرضتها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إيران في إطار برنامج الصواريخ البلاستيكي، فرضت على إيران عقوبات في إطار عملية أخذ الرهائن الأمريكان في 1979، فرضت عقوبات على إيران في إطار ما سمته الولايات المتحدة دعم الحرس الثوري للإرهاب. إيران تريد كل هذه العقوبات أن ترفع، فيما الولايات المتحدة والغربيون يقولون لا، فقط العقوبات التي فرضناها على إيران بسبب الملف النووي. طبعا مارست أيضا الولايات المتحدة ضغطا مهما على إيران، إيران تبيع نفطا إلى الصين عبر ماليزيا ودول أخرى، سلطنة عمان، يباع هذا النفط للصين على أساس أنه نفط ماليزي، نفط عماني، والأموال تذهب لإيران، والولايات المتحدة تعرف هذا وتحدثت مع الصين أنه هذه واحدة من أوراق الضغط، واستخدمت الصين ورقة الضغط هذه على إيران. هم يعني بحدود يبيعون ربما 500 ألف برميل يومياً، وأعتقد الرسالة وصلت لإيران، ولذلك الموقف التفاوضي المتراجع لإيران في الجولة الأخيرة، وأنا تصوري أنه سنصل إلى اتفاق نووي.